السلام عليكم. الله يسلمك. اسمي عيسى محمد ابراهيم الجاسم. انا الحين نزيل في سجن جو واعلن اضطرابي عن الطعام بسبب ان الاوضاع بخصوص الزياره ما هم يعني سامحين لنا عوائلنا يعني نتقابل معاهم نلم عيالنا. يعني ايش الفايده؟ يجون مشوار من منطقه بعيده لهني وقد ربع ساعه وثلث ساعه بينهم حاجز، وفوق دي كله عندنا يعني فلوسنا في المحكمه من اليوم من تركه المنزل لليوم مصرفوها، ويوم رحنا قبل شهر المحكمه وعدنا القاضي انه بينزل الحساب على اهالينا. قلت له انا المعيل الوحيد لعيالي وزوجتي، زوجتي ربت بيت ما تشتغل وما عندي مصروف غير اني كنت اعمال حره وصادتني هالمصيبه اللي انا فيها، ولليوم لا اي مصاريف لهم اللهم على الجمعيات الخيريه. يعني حصتي من تركه ابوي لليوم في يد المحكمه كانت من 2011 من يوم باعوا البيت، وتوهم فاصلين في الامر وتعذروا وتسليم المبلغ انه يكوني في السجن. ويوم رحت قابلت القاضي وشرحت له الوضع قلت له مو معقول ان عندي ست عيال وزوجه، من يصرف عليهم؟ الحكومه لا هي داريه ولا هي مهتمه بامرهم ابدا. يعني ما في حل يعني لهالموضوع، وياهم مماطله ويعني وتعطيل حقوق الناس وضياعها. فهذا أن بيكم تتدخلون وتشوفون لنا يعني من صوبكم تخاطبون الأمم المتحدة وغيرها تشوف هالمواضيع والمماطلة في المحاكم وغيرها. متى على أي أساس؟ وهاي خاصة وين حقوق الإنسان؟ الزيارات الخاصة والش اسمه الخلوة الشرعية وغيرها وغيرها. مو معقولة يعني هذا اللي يصير. إن كنا إحنا من الطبقة العامة يعاملوننا هاي المعاملة، إن كانوا هما من طرفهم ولا المحسوبين عليهم يعاملونهم في سجون خاصة يعني مفروشة كشقة مفروشة. فهذه رسالتنا نبي نوصلها.